اشوف انتظارات ديالنا كثيره فيما يتعلق اذا كان التعليم اولويه عند الحكومه وعند الشعب المغربي فكيخصها تعطاه الاولويه، ماشي نديروا كما قال جلالة الملك الاصلاح والاصلاح اصلاح والاصلاح اصلاح والاصلاح. كفانا اصلاح، عندنا قانون الاطار، عندنا الاولويات والاحتياجات اللي هي اللي عندنا كيخصنا نصبوا عليها. كاين التعليم الاولي والتعميم ديالو ولا هاد المدرسات الرياضه، هادشي كله بالنسبه الي ما كيهمني. اللي كيهمني هو جوده التعليم وترجع للشواهد ديال المدرسه العموميه القيمه ديالها الحقيقيه، وما يكونش فيها هدر ديال الزمن كذلك، لا بالنسبه للتلاميذ ولا بالنسبه للاساتذه. اعتقد بانه الحديث اليوم على الرهانات التي تنتظر الوزير القادم لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أعتقد بأنها اليوم ما كنهضروش على أشخاص، بقدر ما كنهضروا على مؤسسات. اليوم كاين ورشة ديال الإصلاح المدرسة العمومية، رهان اللي هو وطني منبثق من النموذج التنموي، منبثق من قانون الإطار ومن الرؤية الاستراتيجية، وبالتالي صحيح هناك مجموعة من الملفات العالقة، صحيح مجموعة من الرهانات، لكن أعتقد بأنه الضمان الأساس أن العمل اليوم هو عمل مؤسساتي خاضع للمؤسسات وليس خاضع للتأثير شخص دون آخر. أعتقد قلت أنه اليوم العمل حينما نقر بأنه العمل مؤسساتي معناه أمام رهانات وأوراش وقوانين منظمة ومشاريع واضحة وبرنامج حكومي ورؤية ملكية، وبالتالي يصعب تجاوز أو الخروج عن هذه الإصلاحات المؤطرة بنص المؤسسة ونص الإصلاحات الكبرى. لكن اليوم أعتقد أن التحدي اليوم بعد مرحلة عصيبة ومتوترة من الاحتجاجات، اليوم بعد توفير الأجواء الهادئة للمدرس، اليوم الانتصار ينبغي أن يكون للمدرسة العمومية وللتلميذ ولشروط التدريس ولمدرسة الرياضة ولكل ما يرفع من الأداء وتحصيل الدراسي بما يحقق قفزة نوعية والرهانات المتوقعة من هذه الإصلاحات. هما المغادرة للسيد الوزير بن موسى اللي خدمنا معه لمدة 3 سنوات غادي في حقق يكون واحد غيزيد واحد التعطر على تعطرات اللي عرفتها الحكومة الحالية بحكم أنه بدأ بمجموعة من المشاريع خاصة وفي مقدمتها مشروع ديال الريادة اللي دابا وصل، يعني بدا بواحد 656 مؤسسة وهذا العام تزاد 2000 وماشي 2656 مؤسسة، بقى واحد 8000 ولا 9000 مؤسسة اللي بقى كتنتظر، قالوا بأنه غتكون من 2028. ديجا حنا كنقولوا ودي راه الحكومه الحاليه غتسالي 2026 وبالتالي ما تهضرش على 2028 لان الوزير غادي يجي الاخر يقدر يكون عنده تصور اخر كما وقع في الحكومه الحاليه. ملي جا وزير ديال الميرا ومجا هو غير مجموعه من الملامح ديال البرنامج اللي كان داروا الوزير السابق سي امزازي، وبالتالي فنهضروا على المستقبل الغامض، هذا ماشي تصور، ماشي برنامج عمل جدي، وبالتالي فكل واحد كيبغي ديك الجمره يهزها يديرها في الدور منها الاخر. لذلك فأي وزير غيجي دابا أكيد أنه غادي يلقى ولو أنه جاء من نفس الحزب ولو أنه جاء من نفس بنفس التصور، ولكن أكيد أنه غتكون تعثرات، لأن أصلا الوزير اللي بدا المشروع لقى صعوبات كبيرة جدا في تنزيل هذاك المشروع ديالو، فما بالك بالوزير اللي غادي يجي غيبدا من الصفر على أساس أنه يخرج المشروع إلى شط الأمان. وبالتالي فاحنا هذا تخوف، اصلا كان التخوف مع الوزير السابق، واللي غادي يجي ما يمكنش التغيير يكون في ظرف اقل من سنتين. التغيير عنده خص كيكون الونغ لين، يكون عنده واحد البرنامج مسؤول وجاد ويبدا من البدايه ديالو، وتكون عنده وتكون اليه ديال النجاح ديالو. الان نتمنى على الله انه اللي غادي يجي على الاقل يتفنط الفرقة، يتسنط المتدخلين باش يستافد، ويتسنط المعارضة بالخصوص لأن غادي يستافد منها أكثر ما غادي ما يضر منها. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.